ازاي احمل التعريف الاصلي لاي طابعه من الموقع الرسمي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة واحسن حال. اولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، عاد والله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات. هنبدأ درسنا النهاردة ان شاء الله، وهو ازاي احمل التعريف الاصلي لاي طبعة. كل اللي هنعمله اننا هنفتح صفحة نت عادية خالص، تمام؟ بعد كده هنكتب اسم الطبعة الموجودة عندنا، وليكن HB ليزر جيت 10-18. طبعا انا اخترت اي طبعة عشوائي، ممكن يكون عندك طبعة HP مثلا 3005، طبعة كانون، طبعة الاكس مارك 360، او اي موديل اخر. انت بتكتب اسم الطبعة او اسم الموديل الموجود على الطبعة، والاسم ده بيكون محفور او مكتوب على الطبعة نفسها. وبعد كده بتاخد مسافة وتكتب كلمة درايفرز جنب منها، تمام؟ بعد كده بنفتح اللينك الاولاني، ده بيكون من موقع HP اهو، HP او support.hp.com. هيفتح معانا الموقع الرسمي علشان دايما نحمل التعريفات الخاصة بينا من الموقع الرسمي ل HP او لينكس مارك او لكانون، دايما نحمل التعريفات من الموقع الرسمي. بعد كده هنبدأ نحدد نظام التشغيل اللي احنا شغالين عليه بالشكل ده، change او choose a different operating system. طبعا لو انت شغال على نظام تشغيل ويندوز هتسيبه زي ما هو، لو انت شغال على نظام لينكس هتبدأ تختار لينكس. بعد كده تبدأ تختار الفيرجن الخاص بالويندوز بتاعك، ولو انت مش عارف الفيرجن الخاص بالويندوز هتنزل الصفحة بالشكل ده، وبعدين بتضغط كليك يمين على my computer او this windows، وبعدين properties. هيجيب لك نظام التشغيل اللي انا شغال عليه، مثلا ويندوز 10 64 بت اوبريتنج سيستم، يبقى انا اختار الويندوز 10 64 بت. طبعا لو انا مختار اي ويندوز تاني، يعني انا مثلا اخترت ويندوز 8 هيتغير معايا تشينج، ولكن هو الموقع اوتوماتيك بيختار معايا الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه. بعد كده هيجيب لك درايفر برودكت انستليشن بالشكل ده، تمام؟ وبعد كده يوتيليتي. طبعا اليوتيليتي انا مش محتاج التعريف بتاع اليوتيليتي، انا محتاج التعريف الاصلي اللي هو ده. هيبدا يفتح معايا التعريف بالشكل ده، وبعدين بيقول لك الخطوات اللازمه لتحميل التعريف. طبعا من ضمن المعلومات المهمة ان ويندوز 10 بالنسبة لطبعات HP او معظم طبعات HP ان لم يكن كلها، بمجرد ما بنوصل الكابل الخاص بالطبعة بتعرف معانا اوتوماتيك، لان ويندوز 10 اوتوماتيكالي بيعمل داونلود للسوفت وير او بيعمل ابديت للسوفت وير، وبالتالي مش محتاجين نحمل التعريف. ولكن لو موجود عندنا طبعة مش موجود التعريف بتاعها، هنفتح برضو الموقع اللي احنا فتحناه بالشكل ده، وبعدين بنضغط او بنفتح الموقع اللي اسمه درايفر اسكيب بالشكل ده، على افتراض اننا بنحمل او عايزين تعريف للطبعة مش موجودة او مش موجود التعريف على الموقع الرسمي. طبعا بالنسبة لـ HP مثلا 10-18 عندنا اكتر من تعريف او اكتر من لينك للتعريف، هنختار مثلا بالشكل ده او التعريف ده، هنضغط على داونلود، هيبدأ يختار معنا الكود ده 6-63، وبعدين بنضغط على داونلود هيبدا يحمل معانا التعريف الخاص بالطبعه ال 10-18. هنبدا مثلا نحمل التعريف وليكن على الديسكتوب بالشكل ده. بعد ما بيخلص التعريف هنبدا نفك الضغط عن ملف التعريف الخاص بالطبعه، وبعدين نبدا نعرفك ازاي نعرف الطبعه، وده هيكون في درس قادم ان شاء الله. في نهايه الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائده على الجميع. ولو عندك مشكله في تعريف اي طبعه يا ريت سيبولنا في التعليقات اسفل الفيديو. وكمان هقول لك على حاجه تانية مهمه جدا، اننا ان شاء الله باذن الله بنعمل كل حلول لمشاكل الطبعات على القناه، فتابعنا في الفتره القادمه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.